نقول بسم الله نبتدي معكم حلقة جديدة متعلقة برياضة المحركات. لكل شخص يحب رياضة المحركات اليوم راح تكون عندنا حلقة مغايرة ببروفايل راح نفند فيها ملف إبداعي جميل جدا لمتسابق كويتي بلش في التسعينات وصولا لعام 2019 أخونا محمد العواد. من محمد العواد هذا اللي راح نعرفه بالريبورتاج عشان نرجع نتواصل معكم مرة ثانية ونكمل حوارنا مع أخونا محمد العواد. خلكم معنا. تزخر دولة الكويت بكثير من المتسابقين الأبطال في رياضة المحركات لا سيما في سباقات السرعة أو ما تعرف بسباق دراج ريس للسيارات والدراجات النارية وحصدهم المراكز الأولى في شتى البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ليس بغريب على أبناء الكويت الذين أثبتوا جدارتهم وريادتهم في هذه اللعبة منذ حقبة الثمانينات من القرن الماضي. ضيف حلقة اليوم المتسابق محمد العواد، بطل من أبطال رياضة دراج ريس للدراجات النارية، وهو من فريق دراج 965، سجله حافل بالإنجازات العظيمة في سباقات السرعة، حصد العديد من المراكز المشرفة ورفع علم البلاد خفاقا في المحافل الميكانيكية، وقدم الصورة الحقيقية الراقية التي وصلت إليها رياضة المحركات وخصوصا سباقات السرعة. ورجعنا نتواصل معكم مرة ثانية في حلقتنا وضيفنا متسابق الدراج ريس للموتور بايك أخونا محمد العواد. حياك الله منورنا ومشرفنا. الله يحييك ونورك حبيبي. الله يسلمك ويخليك أخوي محمد. كل إنسان يتعلق برياضة من نوع معين أكيد كان في شرارة محركة خلنا نقول، أو أكيد كان في شيء خلاه يبلش في هذا الشغف. متى كانت بداية أخونا محمد العواد مع الدراج ريس في الموتور بايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي بدايتها كانت عام 98. حلو. كنت ماخذ سيكل عادي مال الوكالة وطالع اتمشى على البحر، فواحد من الربع قال لي امشي ويانا خلينا نروح الرابطه، كانت اسمها الرابطه. رابطه شنو؟ قال سباق وكذي، خلينا نروح نطالع تطمش. قلت يلا نروح. فوصلنا هناك قال محمد سجل سيكلك، لان ايام قبل كان كل ما كثرت السياكل تزيد الجائزه. صحيح. فقلت له يلا سجل. سجلنا. قال لي يلا دش. قلت له ما اعرف انا. قال لي دش انت، ايش خسران؟ جرب. ودش والله، ولا أول واحد سبقه كان الله يذكره بالخير سامي الخرجي، كان يعني من الأبطال الموجودين. حلو. فاستنكرت الوضع وكملت كملت لين خذيت المركز الثاني من نفس البطولة. ما شاء الله. وكانت أول مشاركة. أي أول مشاركة مركز ثاني، وإعلام ودنيا واللي صفق لك واللي هذا، وأنت يعني كانت معرفتك بالشباب بسيطة، فجأة أنت الكل يعرفك وهذا وعمرك 18. خلاص هذا الشيء اللي شباب وشطانه وهذا اللي تبيه. اعطاك البوش اللي انت تبيه على طول. حلو. انزين، بعد مضي 18 سنه او 15 سنه خلنا نقول بالتحديد، انقطعت المشاركات، صارت عندنا عده مشاكل وسبب المضمار اللي انوخذ. انزين، لاسباب ان كانت ايجابيه سلبيه غير من هذه الامور، لكن احنا بنتكلم بامور جميله جدا بمرسوم سامي من حضره صاحب السمو امير البلاد، يعني ربي يطول بعمره ويواليه العافيه، سوى لنا مدينه كامله لرياضه المحركات ورجعت المشاركات. شعوركم كلاعبين شنو؟ والله شعور يعني يعني شيء، انت كنت تتعب وتسوي مظاهرات وتروح تتكلم بلقاءات وتلفزيونات مده 15-16 سنه، وبيوم وليلة تلاقي النادي هذا من طبعا مكرمة من طويل العمر صاحب السمو الله يحفظه إن شاء الله، بيوم وليلة تلاقي خلال سنة بالكثير المدينة هذه كاملة انبنت ما شاء الله. فشوية شعور نقول لك وايد مستانسين شوية، يعني كافي العنى اللي كنا نتعناه، نروح البحرين، نروح قطر، نروح الإمارات، أمريكا، هذا كله خلاص راح عندنا مضمارنا وقاعدين فيه وانتهت. حلو. يمكن تحت الهواء كنا قاعدين نسولف عن أمور متعلقة بقطر والمنافسات اللي كانت تصير فيها على مدى أسبوعي. الحين مع مدينة المحركات اللي عندنا أخوي محمد راح نشوف المنافسات هذه تكون على مدار السنة، الموسم يكون مثل ما يقولون open season
طوال العام؟ والله شوف، احنا اساسا من نادينا نادي باسل موعودين بخمس ان شاء الله، من 3 إلى 5 بطولات ما شاء الله. فلا تنسى ان عندنا بعد كذا نادي، عندنا 3 نوادي اتمنى منهم ان يبادرون نفس المبادره، اساس ان ما نوقف باستمرار من شهر 10. هو السيزن بدايه يعني من شهر 10 شويه برات لغايه 3 4 ممكن. حلو. فنتمنى ان يعني كلهم يصلوا له على 5 5، هذه 20 بطولة، يعني 20 بطولة يبي لك يعني على الاقل 6 أشهر تخلص. 6 أشهر فامور تكون وايد طيبه. فالامور تكون طيبه، عندك وقت انت تجهز فيه وعندك وقت انت تشارك فيه. تحقيقك للمركز الثالث في الجوله الاولى من بطوله الكويت حق سباقات السرعه عام 2019، وصولا للمركز الاول بالجوله الثانيه حق نفس البطوله، الانجاز هذا ما يمن فراغ. خلينا نتكلم عن البطوله هذه شوي. هذه البطولة احنا كنا مجهزين لها يعني فوق طاقتنا، وايد كنا مجهزين لها، بما انه عقب انقطاع كل من كان يتمنى انه ياخذ المركز الاول بهالبطولة. حلو. وسبحان الله ترى احنا كنا يعني الدراجة مالتنا هي كانت متصدرة بالرقم، فهي كانت افضل رقم، بس كانت الغلطة مني انا، قلت لك ان كنت يعني بالقومة نفسها السباق نفسه كنت أحلم أن أنا قاعد أخذ المركز الأول وكذي، فمن كذي أنا نمت بالإشارة. عندنا إحنا رياكشن تايم هذا عادة أنا 20 30 40 5 6، هالمرة أنا أول مرة أجيب 200 جز ما شاء الله. فنمت أي ما شاء الله، أنا نمت الحين كذي قصني اللي يمي ولا أدري أنا. أنت كنت عايش خلينا نقول هذا أحلام اليقظة مثل ما يقول. إي والله يعني صدق يعني أنا تكدرت وايد، بس ما راحت بعيد الحمد لله، راحت حق فريقنا اللي هو محمد براشد. راحت حق الفريق. أيوه الله الحمد. حلو. إنزين خلينا نتكلم عن الإنجاز الجميل من سنة 98-99 وصولا لعام 2019. شنو أسرع وأفضل زمن أنت سجلته وما تنسى؟ ولله الحمد توني بقطر سجلت اللي هو 3997. حلو. هذا كل المتسابقين يعني يحلمون يوصلون حق هالارقام هذه اللي هي 39، عامه احنا كله بال 401 4 فلات 39 يعني ينعدون بالاصابع بالعالم اللي دشوا اجزاء من الثانيه. راح أيوة تميز الناس. اي يعني يمكن 6 أو 7 أشخاص اللي دخلوا، ما شاء الله، فما بالك ان انا دخلت معاهم واحنا محصلين لقب اسرع دراجه بالعالم كابريتر. ما شاء الله والله الحمد. فما انت ناس ما قلت ما هي من فراغ يعني تعب 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 لين حصلنا على هالرقم. لين حصلتوا على هذا الرقم. زين انا بسال سؤال، انت دائما تقول برو بايك كاربريتر وغيره من هذه الامور، فئه البرو بايك شنو اللي يميزها عن الفئات الثانيه وشنو اللي يغيرها او يخليها تكون مختلفه عن الفئات الثانيه؟ طبعا فئه البرو بايك هي الاكبر من السوبر ستريت والستريت. برو بايك هي شاصيها غير كاستم، طبعا غير شكله مو نفس السوبر ستريت والستريت، لان السوبر ستريت والستريت يكون شاصي وكاله ومعدل عليه. صحيح. هذا لا، هذا الشاصي كله معدل، تاير اعرض اطول انزل، وايد ميزات فيه تصير، حتى الثبات وكذي يكون اثبت. ممتاز. زين حلو. اول شيء تغيير الجو كلنا الاصدور بنجره. وصولا الى مرحله ثانيه، كل لعبه متعلقه برياضه محركات او كل رياضه متعلقه بمحركات او غيره لها وسائل امن وسلامه معينه ومعنيه. اذا انت ما مشيت على وسائل الامن والسلامه هذه ما ينفع تكون لاعب لهذه اللعبه. اهم وسائل الامن والسلامه احنا يمكن قاعدين نشوفها حتى على الكؤوس، وسائل الامن والسلامه للعبتكم شنو هي؟ اهم شيء طبعا اللبس كامل، خوذه اللبس عزك الله الجوتي، اللبس كامل، الكسارات، الحمايات، هذا اهم شيء بالحمايه. سبحان الله تطيح ولا شيء طبعا الحافظ الله، الله بس حافظ. هذا اللبس يساعد على الحفاظ على النفس. حلو. انزين لو نتكلم عن الانجازات الكثيره ما شاء الله اللي انت حققتها، انزين في فئه الدراج ريس كانت لك ايضا مشاركات خارج دوله الكويت، شنو المشاركات اللي انت ما تنساها كمحمد العواد؟ والله المشاركات هي مو بهالسنه، انا اقول لك انا للاسف هالسنه قطر يعني خذلتني بهالمشاركات اللي هالسنه، ما ابي اتكلم بهالموضوع، بس كنا يعني ننطر الجدول مال قطر على اساس ينزل نروح لها، لانه كان جو قطر غير، يعني كاني انا قاعد بامريكا قاعد اتسابق. حلو. من امريكان، من تنظيم، من لا صار مشكلة ما في خلال ربع ساعة 10 دقائق انتهت المشكلة. ممتاز. أجواء كان سباق يعني، وفوق هذا كان كل أسبوع السباق، يعني 3 أسابيع بعدين راح أسبوع بعدين 3 أسابيع، هذا يكفيك أن أنت خلاص عايش جو سباق كل يوم، تقعد من النوم تروح النادي تجهز عشان البطولة. ف
الأمانة سباق قطر هذا اللي ما ينسي، وكنا وايد نشد إن نروح له. حلو. وصولاً إلى ديرة كلنا نحبها، نعتبرها ديرتنا الثانية، البحرين. كل لاعب في رياضة المحركات سواء كانت سياكل، موتور بايكس، اي تي في، سيائر وغيره، عند المشاركة في البحرين، حلبة البحرين، دراغ ريس البحرين عفوا، مغاير تماما. شنو السبب؟ سبب تعلق لاعبيننا، لاعبين الخليج كلهم مو بس الكويت، بالبحرين. شوف، سبب البحرين لو بتلاحظها ترى شعبيتها نفس الكويت. حلو. من السباق، من كل شيء، ناس طيبة. اي ناس نفس يعني تعيشها بالكويت تعيشها بالبحرين. فلما انت تطلع من الكويت تروح البحرين، انت طالع من الكويت داش الكويت. حلو. والسباق يعني الشاب نفسه طيب، انت يعني عايش وياه. فسباقهم بدا تقريبا مع سباقنا. يعني احنا لما كان عندنا احنا هني بالكويت كان في سباق، البحرين كان عندهم هم. صحيح. يعني اعتقد بال 99 احنا ب 86 تقريبا، هم يعني اخر الثمانينات بالتسعينات بلش ناديهم، فكان من اول من ثاني دول الخليج ان هم كان عندهم ذاك ليس. فخلاص ناس افتحت وعلى قولتهم دشت بمجالك، فتوالمنا مع بعض على طول. حلو. وصار السنك هذا ما شاء الله ومكملين فيه، وعسى ايه. دائما الدوام. والحلو فيهم كان يعني شنو تنظيمهم بالنادي. حلو. واحد جدولهم ما يتغير، خلاص سبع بطولات، خمس بطولات، ومن الصيف ينزل الجدول، فانت تجهز امورك وتخلص. ممتاز. وصولا الى، خلونا نطلع الى فاصل ونرجع نتواصل معكم بعد هذا الفاصل، ونكمل مع اخونا محمد العواد، ونبي نتكلم عن الكويت ومدى تاثير دوله الكويت على البقعه الخليجيه خاصه في هذه الرياضات. فاصل ونرجع نتواصل معكم مره ثانيه. ورجعنا نتواصل معكم مره ثانيه، وضيفنا بطل الموتور بايكس بالدراغ ريس اخونا محمد العواد. وصولا الى دوله الكويت، كنا قاعدين نتكلم عن دوله الكويت وكونها دوله سباقه في هذه الرياضه. المرحله اللي وصلت لها دوله الكويت كان في فتور شوي، فتره اللي خلاص انوخذ النادي منا على ما بنت المدينه وغيره من هذه الامور، لكن المرحله اللي وصلنا لها الحين ايش رايك فيها محمد؟ طبعا كالبطولتين اللي طافت الامانه، يعني كان احنا السنه اللي طافت كنا متسابقين، بس فترة الفتور هذه خلت العالم شوي تسبقنا بدول الخليج بعض الفئات، مو بكل الفئات. مثل فئة البرو سيارات. حلو. بس اعتقد فئة البرو سيارات، فئة الياباني هذه اللي شوي تعدون الناس فيها، ولله الحمد الحين قاعد اشوف يعني عندنا احنا سيارة الشيخ دعي اللي هي كويتي، هي تنافس بهالفئة للأمانة. بس ما حالفنا الحظ ان شفنا مشاركين من قطر او الامارات او البحرين بهالبطولتين هذه. شنو الاسباب؟ الله اعلم، ولكن ان شاء الله نطمح السنه الجايه ان يجون على اساس ان احنا نرد امجاد ان شاء الله بكل الفئات ان شاء الله باذن الرحمن. والامجاد موجوده ولا زالت موجوده والخير بقبال. خلينا نتكلم عن فريق دراغ 965 اللي انت تنتمي له، واللي نعم. اغلب الشباب الكويتي المثابر ينتمي حق هذا الفريق. سالفة دراغ 965 وما شاء الله اكتساحه على مستوى رياضة المحركات بالكويت وخارج دولة الكويت. نعم. هذا الشيخ محمد الخالد للأمانة هذا أخو، يعني ما أنت قاعد ويا سبونسر، مو قاعد ويا شيخ، أنت قاعد مع أخو شنو تبي منه، هو فاهم. يعني أنت صعب تي حق سبونسر يكون فاهم بالرياضة المحركات. حلو. يعني ما شاء الله دراغ ريس دراغ 965 بأمريكا داعم البرو بايك ما شاء الله، جوائز دبل لهم، عنده أقوى سيارة بالعالم ستريت، عنده من أقوى السيارات بكل الفئات تقريبا دراغ 965. مو بس كذي، بتروح بحر بتلاقي دراغ 965، بتروح وين شنو في سباق محركات بتلاقي الشيخ محمد خالد اللي هو دراغ 965. للأمانة قاعد أقول لك هذا أخو. و لو نتكلم عن أقوى سباقات السرعة اللي يستمتع فيها البطل محمد العواد، بالنسبة لك أنت شنو أقوى وأفضل السباقات اللي أنت تستمتع فيها؟ هي قلت لك أنا قطر، لأن كل أسبوع وراء بعض، إحنا ما عندنا الجداول هذه إن كل أسبوع وراء بعض إلا قطر. يعني في جدول تنظيمي أسبوعي. أسبوعي البطولة. حلو. كل أسبوع مدة 3 أسابيع، بعدين أسبوع راح بعدين ترد مرة ثانية 3 أسابيع وخلاص قفال الموسم. حلو. فكان هناك تعيش جو السباق، خلاص يومي انت بالنادي، يومي انت تجرب، يومي انت تشتغل، فيومك كله سباق خلاص.
حلو. فكان هو اللي مميز قطر. هو اللي كان مميز قطر بهذه الشغله. خلينا ننتقل حق دور نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات الناريه بتقديم الدعم، تذليل الصعاب، مشاركاتكم الداخليه والخارجيه. خلينا نتكلم عن دور النادي شوي. شوف دور النادي هو للامانه يعني شغال، يعني كان التعب كله من الهيئه. الهيئه كانت يعني ما كانت تعرف رياضة المحركات عدل، سواء بالتفرغات يعني الكويتيين مبدعين ربعنا بهالشغلة. ما تدري الهيئة دائما أكثر شيء الكرة عندها، يعني إحنا يدد بالنسبة حق الهيئة، فكانت تعبنا شوي بمشاكل الدعم والتفرقات، فيعني شوي شادة ويانا بهالموضوع. بس الحين إن شاء الله خلاص يعني شافت الحين بالكويت نادي، لأن قبل ما كان في نادي أيام الهيئة انضمينا حق الهيئة ما كان في نادي عندنا. الحين البطولتين اللي صارت هذه تضحت الرؤية حق مو بس الهيئة، حق الكويت كلها ما شاء الله. ان لما قبل كانوا يقولون يا معود هذا كله يديك سلف وين وصفط وانتهت التبرقات وهذا متعة هذه الجميلة. قاعد اقول لك مو عارف الموضوع، بس احنا لما صارت الكويت صار تفاصيل زيادة، شافوا السرعة، طلع هذا اسرع سيارة بالعالم، هذا اسرع سيكل بالعالم، الناس بدأت تفتح شوي. قطاع 15 سنة تنسي هذه مو سهلة. صحيح ما شاء الله. وصولا الى يعني سؤال ما ادري لكنه سؤال حلو، شنو كان يمثل لكم المرحوم رحمه الله عليه الشيخ باسل السالم الصباح؟ الكل متعلق فيه رحمه الله. هذا الكاس انا متعلق فيه بسبته، لان هذا على ايامه هالكاس، وهذا اول كؤوس لو الحين تحط لي كاس من ذهب هذا انا فضل عليه. الشيخ باسل يعني الله يرحمه ويغمد روح الجنه، هو اللي اشهرنا، هو اللي اشهر النادي باسل نفسه، يعني إعلاميا وقفته. لما كنا نسافر يطلع ويانا بالوفد، يعني تخيل رايحين البحرين ما يجيب طيارة ولا لا، ويانا بالدار نفسه، يعني هذا شنو تبي منه؟ كنا نسكن بالشاليهات يسكن ويانا، فندق يسكن ويانا بنفس الفندق، يعني مو مخلينا كلش، فوايد تقربنا منه الله يرحمه. يعني الله يرحمه ويغمد روحه، لأن يعني إنسان له الفضل في رياضة المحركات عندنا هنا في دولة الكويت. خلنا ننتقل شوي حق الولايات المتحدة الأمريكية. هل هناك فكرة أنك تشارك ببطولات الولايات المتحدة الأمريكية للدراغ ريس أو للبرو بايك؟ والله شوف، هي منبع السباق، ما في أحد ما يتمنى أنه يروح يشارك هناك، ولكن إذا أنت تبي تشارك يبي لها تجهيز، يبي لها يعني يبي لها تفكير وايد مو شوية. يعني أنت ما تبي تروح تشارك عشان تنقص وترجع، لا أنت تبي تروح قوي، تروح تجيب مركز وانت اللي جاي. أيوة يعني أنت تبي تروح تطمح أنك تفوز، ما تروح أنه يعني أول العام اللي قبله كان مستوى دراجتنا مو يعني مؤهل أنه أفوز، بس هالسنة لله الحمد لا خلاص يعني النية قدام، يعني على هالسنة يمكن احتمال السنة هذه السنة اللي وراها أنا أروح أشارك إن شاء الله بإذن الله. لو نتكلم عن طموحات أخونا البطل محمد العواد اللي كلنا فخورين فيه، شنو طموحات أخونا محمد العواد؟ والله طموحاتي بهالرياضة هذه إنها ما توقف، ما تحوش عواقب، سواء من الهيئة من النادي، في أمور بسيطة تكون تافهة أتمنى إن يعني سواء النادينا أو الهيئة أو أي نادي ثاني يتجاوزها، كل هذا مصلحة المتسابق نفسه. يعني نتمنى يعني الأمور تهدى بالمواضيع، هل تدري أنت توه طالع النادي، فالكل وده يسوي والكل ودي يعني يحطون إيدهم بيد بعض، خاصة الأربع نوادي أو الخمس أو الست إذا طلعوا، على أساس أن تنشأ سباق حلو بديرتنا. يعني أنت بالأخير اسم ديرتنا اللي بيطلع برا، مو اسم فلان صحيح. ولا فلان. حلو. انزين لو يحطون اخونا محمد العواد في منصب، وهكت كان على الهواء، حطوك في منصب انزين وقالوا لك ثلاث امور تغيرها عشان رياضه المحركات تغدي افضل بالكويت، شنو الثلاث امور اللي راح تنقيها؟ شغلات فيها دعم للاعبين، شغلات فيها تمويل للاعبين، شغلات فيها اللي ريحك، بس ابيك تطري لي ثلاث امور انت قلبك شاغبك عليهم ودك انها تتغير لرفعه خلينا نقول رياضه المحركات في الكويت. طبعا الاحتراف الجزئي، الاحتراف الجزئي والكلي، هذا موهق الناس. هذا اي صار له يمكن 4-5 سنين مو قادر ياخذون النادي. الهيئه حط لجنه خاصه بس حق الدراج ريس، لان تعددت النوادي. حلو. طبعا بيحوشنا اكيد بيصير في اتحاد رياضي للمحركات، وبس انا يعني اكتفي بهالشغلتين حق، لان انت اذا حطيت لهم احتراف جزئي وحطيت لهم
لجنه بروحهم. الشغله الثالثه شنو راح تكون؟ انجاز. الشغله الثالثه خلاص الانجاز راح تشوفه انت، راح يبدعون هم، بس من يعني يرتاح المتسابق نفسيا. انت المتسابق شنو تبي منه؟ انت انا لما اجي بركب السيكل ترى ما يخلوني الربع اني اشتغل ولا شيء، لا قاعد على الكرسي هناك بيبسي ماي دلع، لان ناطر بس تركب السيكل عشان تبدع. ايوه فيه. عشان تبدع، لان المطلوب منك انت رياكشن، مطلوب منك التصرف. لا صار سمح الله شيء يعني عر السيكل ولا شيء تعدله من البدايه، لان اذا ما عدلته من البدايه خلاص لازم تشيل يدك من البازي. حلو. فهم ياهلونك حق هالشيء. انت الحين لما انت تاهل لهالشغلتين اللي قلت لك عنها خلاص معناته المسابق راح تشوفه يبدع، راح تشوف. الشغله الثالثه اقول لك انه يعني خلاص احط منتخب كويتي للدراج ريس يكون مهيئ وخلاص، يعني في معيار وفي ستاندرد معين ننقين على اساسه هذا. أيوة المنتخب. انت عندك الحين نادي تقدر خلال الموسم تطلع الاول والثاني والثالث. حلو. من كل فئه هذيلا خلاص تدعمهم، يروحون البحرين، يروحون قطر، يروحون امريكا، ما عندك مشكله، عندك انت توب فيهم خلاص بإذن الرحمن. لو نتكلم عن الخطط المستقبلية والمشاركات المستقبلية، وين راح نشوف محمد العواد في القريب العاجل؟ بطولة قريبة كذي بنسوي له تغطية يا جماعة. والله هذه أنا قاعد أقول لك، أنا الشيخ محمد الخالد على أساس أنه موعودين أنه قاعد وياه بعد رمضان إن شاء الله، على أساس أنه نبي نروح نشارك في أمريكا على الأقل لو جولتين ثلاث. طبعا ما نقدر نشارك البطولات كلها لأنهم موسمهم من شهر ثلاثة لغاية شهر عشرة، فتصير صعبة علينا. عرفت كل شهر بطولة ولا بطولتين فصعبة. لو أن نروح نثبت يعني اسمنا دراج 965، اسمنا عفوا الكويت واسم دراج 965 فريق نثبته مضمار ولا مضمارين هناك ونرجع، فهذا انتبهنا بأمانة إن شاء الله بإذن الله. إنزين يمكن أنا الحين دوري كمذيع خلص، لكن أبي منك حكاية أو كلمة أنت قلبك شاغبك عليها توصلها رسالة لأي أخ لأي أخت قاعدين يطالعونا من وراء الشاشة. عندهم إبداع، عندهم إبداع كامل بداخلهم، لكن إحنا عندنا هني يصير ما يصير يجوز لا ما نبي، ما نبيهم يحركون نفسهم وينفضون غبار الزمن ويسمون بإبداعهم بأي مجال كان. لك المايك ولك الهواء، وش اللي تقول لهم؟ والله أنا أقول أنا بالنسبة لي شباب سياكل يعني يا جماعة الخير، أهم شيء السيفتي عندكم، وتعالوا النادي، تعالوا النادي راح تشوفون شيء وايد وايد، راح يعني راح تهدون الشارع بالاخص، راح تهدون الشارع، راح تجون النادي، راح تشوفون السيفتي، راح تشوفون الاعلان، راح تشوفون الهوايه اللي فيكم اللي داخل تطلع اكثر هناك بالنادي. لما انت تقوم اعلام انت بالشارع من يدري عنك؟ ولا فاص اخوتك ولا ازعاج حق الناس ولا هذا؟ احنا ايام قبل والله لما كنا نتمشى بالشارع والله العظيم ان العوائل توقف ويانا ونسولف، اليهال نركبهم يصورون وغيره من هالامور الطيبه. اخر ترى اخر سنه 99 2000 وصلنا لحد ان قاموا الحريم ولا العيايز ولا هذا يوخرون يزفون وهذا، بطلنا نسوق سياكل بالشارع. ليش؟ لان بعض الاشخاص مو الكل يركبون درجة اثروا على الموضوع هذا. فاتمنى ان الركاده شوي ترى والله العظيم برمشة عين انت ما تدري عن نفسك شنو يصير فيك. فالركادة وتعال النادي عندنا نضبطك نسنعك امورك طيبة، تتسابق تطلع بالتلفزيون سبونسر يحوشك، كل شيء راح تستانس والله. هذا اللي اتمنى له. يا حبيب قلبي يا العواد كل شكر لك على العنوة على الجية على الكلام الطيب ومشكور وما قصرت يا حبيب اخوي. يا بعد جزاك الله الف خير. الله يعطيكم العافية انتم ما قصرتوا، بس أبي أشكر الفريق للأمانة حقك. على رأسهم الشيخ محمد الخالد، سعود الكندري، كاظم العلي، مساعد الكندري، الفريق كامل الله يعطيكم العافية. أنجزتوا وكفيتوا ووفيتوا، وهذا إنجازكم هالسنة طلع ولله الحمد، وهذا كاسكم موجود. جزاك الله ألف خير حبيب. قواك حبيب. الله ابتدي ننتقل معاكم إلى طور ذاتك ونرجع نقول لكم قفال. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. فقرة جديدة راح أتكلم اليوم على موضوع جدا مهم لأصحاب المشروعات الصغيرة، شلون ممكن أنك أنت تضبط وقتك. صاحب المشروع دائما يفكر يقول أنا ما عندي وقت، اليوم ما قاعد يكفيني، الأسبوع وايد قاعد يطير بسرعة، شلون ممكن أن أنظم وقتي؟ شلون أقدر أني أنا أشتغل وأخلص مهام مطلوب مني؟ قعدت مع وايد أصحاب مشاريع، فتحنا مشاريع كثيرة، ساعدناهم أنهم يوصلون حق أهدافهم. لما كنت أقعد معاهم وأسألهم وأشوف ناس جديدة عندها مشاريع ناجحة، أسأله شنو أهم أو شنو أكبر مشكلة وتحدي تواجهها في
حياتك كرائد اعمال او كصاحب مشروع، كان يقول لي هي زياده المبيعات، وتش شيء اساسي. يعني اليوم انا كل واحد قاعد يشتغل كقطاع خاص وصاحب مشروع اكيد هم الرئيسي انه هو شلون يزيد مبيعاته. الشغله الثانيه لما يسالهم زين اعطوني شيء ثاني ممكن يكون فعلا شيء تحسون انكم تحتاجون تضبطونه، وشيء بالنسبه لكم مثل تحدي. قالوا شلون ندير وقتنا احنا كاصحاب مشروع؟ اليوم انا الوقت ما قاعد يكفيني، قاعد احس ان عندي وايد مهام ماني قادر انجزها، قاعد احس ان انجازي ونتائجي اقل من المطلوب. راح اعطيكم مجموعه نصائح وان شاء الله تكون مفيده لكم. اول نصيحه نسميها احنا avoid multitasking، تجنب تعدد المهام، لا تسوي اكثر من شغله بنفس الوقت، لا تشتغل كل المهام وتقول انا صاحب مشروع انا راح اخلص كذا وكذا 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 وكذا. لا، انت اليوم كصاحب مشروع فعلا انت راح تمسك التسويق، راح تمسك المبيعات، راح تمسك التصميم، راح تمسك السوشيال ميديا، راح تمسك الاوبريشن اللي هو العمليات، وراح تمسك خدمه العملاء ووايد شغلات اخرى ممكن تكون انت فعلا مسؤول عن عملها او مسؤول عن انجازها. هذه الشغلات راح تشتفك، راح تخليك ما تقدر تخلص شغلك في الوقت المناسب، راح تلاقي نفسك ان انتاجيتك صارت اقل وراح تحبط. نصيحتي رقم 2 هي سوي الشيء والتزم بالشيء اللي تعرفه. اليوم انا قلت لكم في مجموعه مهام، في مهام التسويق، مهام اوبريشن اللي هي العمليات، مهام خاصه في التوظيف ومتابعه الموظفين وادارتهم، ومهام خاصه في السوشيال ميديا، ومهام خاصه في اداره العمليات اليوميه، وايد امور قاعد اديرها انا كصاحب مشروع. اختار 2 بس من هذيل الامور وركز عليهم وخليها مسؤوليتك، وحاول انك انت تركز على هذه الشغلات في وقت واحد. نصيحتي رقم 3، نصيحه رقم 3 هي نسميها احنا الديليجيشن، هي انك انت تسلم هذه المهام حق ناس تعرف تشتغل معاك. مثل ما قلنا انت اشتغل مسك شغلتين، سلم الباقي حق شريكك، حق موظف، حق شخص ثاني تثق فيه، يجيب لك فريلانسر من برا يشتغل او شخص خارجي يساعدك في عمليه اداره السوشيال ميديا او التصوير او الامور الخاصه في الديزاينر. لا تسوي كل شيء، لا تصير انت مالك كل شيء، مو انت الوحيد اللي تعرف تسوي هذه الامور. اذا ظلت الامور فقط عندك انت كصاحب مشروع فاحنا ندخل في منطقه نحذر منها دائما يسمونها البلو سكاي. بلو سكاي اريا هذه هي المنطقه اللي يكون بس صاحب المشروع هو اللي يعرف شلون يسويها. اذا طلع اجازه او انه باع المشروع او انه حتى لا سمح الله حب انه هو تعب او حب يريح فتره، ما راح تلاقي المشروع كله يوقف. ليش؟ لانه ما في احد قادر انه يخلص الشغل مكانه. نصيحتي رقم 4 هي خلي شغلك كله على اجنده واحده او كالندر واحده. لا تخلي كالندر واجنده في المكتب واجنده في التليفون وشيء عندك دفتر بيدك وغيره، راح تلاقي ان نفسك مشتت. حطهم كلهم في مكان واحد، طالع الاجنده كلها بوقت واحد، راح تعرف شلون تقسم وقتك وشلون انك تنجز. اخر نصيحه لكم وهي اهم نصيحه انا بالنسبه لي، تعلم تقول لا. هذه الكلمه المشهوره في رياده الاعمال. احنا كاصحاب مشاريع صغيره دائما راح نلاقي فرص في حياتنا وفي كل زاويه من يومنا. كل يوم راح يدق عليك واحد، كل يوم راح تشوف عميل، راح تشوف صديق يقول لك ايش رايك تسوي الشغل الفلاني، راح تشوف بزنس اخر نجح في خدمه معينه او فكره معينه راح تروح تلحقها. لا، تعلم تقول لا حق نفسك قبل ما تقولها حق عملائك او تقولها حق الفرص الموجوده. كلمه لا كلمه مهمه. تعلم ان تسوي تو ليست مهام العمل مالتك وحط فيها الشغلات اللي انت فعلا قررت انك انت ما تسويها لانها راح تضيع وقتك. الشغلات هذه اللي ما تبي تسويها سوي لها ديليجيشن، سلمها حق احد او انه طلعها برا. هذه الخمس نصائح انا حطيتها لكم، اتمنى تكون تفيدكم، ونشوفكم ان شاء الله في فقره ثانيه. كل التوفيق والنجاح في مشاريعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم مع بطلنا المتسابق محمد العواد، كل الشكر له على العنوة وعلى الجية. تابعونا بنفس المكان نفس التوقيت على KTV Sport. في أمان الله.